مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، مباراة إياب. لكي تشاهد هذه المباراة ما عليك فضل الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف للمباراة ملعب استاديو سانتياغو برنابيو بمدريد. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة 7 مساء بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 8 بتوقيت القاهرة، والساعة 9 ليلا بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة لقنوات النقل لهذه المباراة القوية اليوم: قناة بي إن بريميتش ديوان وأذن البي إن الفوركي الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق عصام الشوالي. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاص الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بالمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.